اللهجات الرئيسية التي توجد في القامشلي اللهجة المحلمية والعربية والعرب البدو. اللهجات المحكية هون هي اللهجة الخاتونية والمردلية، وأكثر شيء المحكية العربية العامية. بالنسبة للهجات العربية الأساسية ثلاث لهجات، يعني اللهجة المردلية المحلمية والخاتونية. مشان اللهجات بالمنطقة في اللهجة الخاتونية الشاوية، في اللهجات المحلمية المردلية، هذول حاليا بعرفهم. يعني بخصوص اللهجات منطقتنا، يعني في اللهجة المردلية، في الراجنية، في شغل الشوايا، في لهجة الغمر لحالها، يعني هاي كمان شغل رقة. اللغة العربية في الوطن العربي لها لهجات متعددة، أما في منطقتنا في الجزيرة أو روجافا فهناك اللهجة المردلية إضافة إلى اللهجة القبالتية ولهجة العرب الشوايا.